السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. ما زلنا عند نقطة حفظ الإطارات، ولكل نحال طريقته المميزة. في هذه المحاضرة سيتطرق الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد الجراح من الأردن حول طرق وأساليب حفظ الإطارات، وما هي مخاطر بعض المواد على هذه الإطارات وعلى النحل وعلى النحال. هناك بعض الإخوة النحالون يقومون بحفظ الإطارات بطرق وأساليب خاطئة، وسنقوم في هذه المحاضرة بالتحذير من استخدام مثل بعض هذه المواد. محاضرة قيمة، تكونوا معنا. بخصوص إخواني الكرام، الإطارات التي يتم سحبها من الصناديق وهي الآن أصبحت فائضة عن حاجة النحل، البعض منا سيذهب إلى صهر هذه الإطارات وإعادة تدويرها مرة أخرى، والبعض الآخر يرغب بخزن هذه الإطارات لاستخدامها في وقت لاحق. الآن كلتا الطريقتين جائزات. يعني أنا أفضل شخصيا يعني الإطارات التي أصبحت البني داكن أسود، هذه يتم صهرها، والأخشاب التي فيها إعوجاج أو فيها كسر أسلاكها غير مشدودة، هذه يجب التخلص منها إطلاقا. يعني التي سيتم صهرها يعني معروف عملية الصهر، إما عن طريق أشعة الشمس أو عن طريق استخدام المصاهر التي تستخدم على في المياه، هذه معروفة. بخصوص الإطارات التي سيتم تخزينها، إياك أخي الكريم وأختي الكريمة استخدام الأقراص الغازية مثل الفوستكسين، هذه الأقراص تستخدم لقتل حيوانات كالجرذان أو قتل الخلد، يعني التي تعمل مفعولها يعمل داخل التربة واللي يقتل الجرذان ويقتل الخلد، فما بالك على التأثير على الإطارات أو النحل. يعني بعض الأخوان يذهب إلى وضع الإطارات في براميل ويضع معها قرصين مادة فوستكسين ويقوم بغلق هذا البراميل على هذه الأقراص، ستتبخر هذه الأقراص نتيجة تعرضها للحرارة وتتغلغل في الشمع والخشب، ومن ثم يتم إعادتها للنحل. هذا خطأ قاتل، مهما قال من يقول هذا لا يجوز. عالم النحل يجب أن يكون نظيف، يخرج من بطونه شراب مختلف الألوان، فيه شفاء للناس، هذا الشفاء يجب أن يكون نقي، لا يوجد فيه أي شيء من المتبقيات أبدا إطلاقا. البعض الآخر سيذهب إلى تبخير الأقراص في مادة الكبريت، يضع هذه الإطارات يقوم بترتيبها في عواسل ويقوم بتدخين مادة الكبريت على هذه الإطارات. أيضا الكبريت مادة سامة، في حال أجبرت أخي الكريم على استخدام مادة الفوستكسين أو الأقراص الغازية بغض النظر عن مسماها، أو في حال استخدمت مادة الكبريت، يجب عندما يتم استعادة هذه الإطارات إلى الخلايا يجب تنظيفها وغسلها وتعريضها إلى الهواء لمدة لا تقل عن 48 ساعة حتى تتأكد بأن الغازات التي تسربت إلى الأخشاب أو إلى الشمع قد خرجت من هذه الإطارات. أفضل طريقة إخوان الكرام لعملية خزن الإطارات هو يجب أن يتوفر لديك مجمد أو في الثلاجة، توضع هذه الإطارات لمدة 48 ساعة في المجمد، يتم تشغيلها على يعني درجات حرارة متدنية. يعني إذا كان لديك مجمد مخصص للتجميد هذا أفضل، يتم تجميدها لمدة 48 ساعة، ويتم سحب هذه الإطارات وتوضع في أكياس محكمة الغلق، يتم غلقها أو يتم وضعها في العواسل وتغلق بشكل جيد ومكان مظلم. وفي حال يتوفر لديك بعض الكبريت يوضع على ظهر هذه على ظهر الغطاء الخارجي خارج الإطارات. يعني الإطارات تم تجميدها 48 ساعة، وضعت فيها أكياس بلاستيكية
المتوفرة لديك، وضعت هذه الأكياس في العواسل، تم ترتيبها، وضعت في مكان مظلم. لو قمت بإحضار معلقتين من الطعام مادة الكبريت ووضعتها على أظهر الأغطية الخارجية لهذه العواسل لا بأس في ذلك. الآن هناك إطارات متواجد فيها حبوب لقاح، هذه تحدث مشكلة هنا. بعض الإخوان يذهب إلى تجميد هذه الإطارات ومن ثم تضربها أو تصيبها عثة الشمع نتيجة وجود حبوب اللقاح. هذه الطريقة تستخدم للإطارات التي لا يوجد فيها أي شيء، يعني إطارات حضنة فقست خرجت فارغة من حبوب اللقاح، يتم الاحتفاظ بها بهذه الطريقة. أما الإطارات التي متواجد فيها حبوب لقاح أو خبز النحل، هذه يجب أن تبقى داخل جو أو ظروف بيئية باردة حتى لا تقوم بتواجد عثة الشمع ويؤدي ذلك إلى إتلاف هذه الإطارات، لأنه إذا أصيب إطار واحد بعثة الشمع ستتكاثر وتصيب الإطارات الأخرى. هذا بخصوص إخوان الكرام الحفاظ على الإطارات لمن يرغب باستخدامها في المواسم القادمة، ولكن للابتعاد عن المواد الكيماوية للحفاظ على هذه الإطارات، سواء الكبريت أو مادة الفستكسين أو أي مواد أخرى فيها مواد كيماوية، لأنها تعتبر ملوثات وهذا سينبعث التلوث إلى داخل الخلية ويتسرب إلى أعشاش الحضانة وإلى خبز النحل والعسل، يعني بمنتجات الخلية ككل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أحمد وحيا الله بالجميع. تقول: هل الأسلاك الرخوة في البراويز هل لها ضرر على البرواز؟ نعم، هذه عندما يمتلئ الإطار في الحضنة أو العسل ربما ينكسر الشمع، يجب أن تكون السلك مشدود بالشكل الصحيح والمناسب. الأمر الثاني تقول: لتخزين البراويز في مكان محكم الإغلاق، يجب أن يكون محكم الإغلاق، يعني هذا يجب أن يكون محكم الغلق المكان الذي ستخزن فيه الإطارات. عند الحاجة إليها تقول يعني أضع عليها الماء الحار للتخلص من الشمع، يعني أنت تريد أن تصهرها، إذا كنت تريد أن تصهرها فقم بصهرها قبل أن تقوم بخزنها. لماذا تقوم بخزنها ومن ثم تصهرها؟ أو أنك تقصد أن تريد تعقيمها بالماء الحار، الماء الحار إذا سكب على الشمع سيذيب هذا الشمع. عندما نريد أن ننظف الإطارات نقوم بوضع ماء بارد، لا يقوم بإذابة الإطارات. حياك الله أخي أحمد وحيا الله بالجميع.